انت يا دكتور ايه اشتغلتي؟ اولا درستي في برشلونه وبعدين اشتغلتي مع بعض يعني من لعيبه الفريق الاول في الاهلي بالزبط. وكمان كنت بتدي محاضرات للناشئين بالزبط. فطبعا التغذيه للفريق الاول غير الناشئين، التركيز هنا حاجه وهنا حاجه، ده غير كمان ان الغير رياضيين ليهم اسلوب تغذيه اخر، فخلينا كده نسمع منك. طيب بالنسبه للفريق الاول هما خلاص ده حصل النمو، فانا مش محتاجه ان انا ادي لهم حاجات تعزز النمو بتاعهم او ان هي تخليهم يكبروا او ابقى مركزه على ده. انا مركزه مثلا على كل لعيب طريقه تمرينه عامله ازاي، مكانه او البوزيشن بتاعه في الملعب ايه، وعلى هذا الاساس بنبتدي نحط له برنامج غذائي يساعده هو على التحسين من ده. يعني البوزيشن بتاع اللاعب يختلف. يختلف لانه في لعيبه مثلا محتاجه تبقى اخف من لعيبه ثانيه، في لعيبه محتاجه تبقى لو بتجري اكتر، في لعيبه مثلا محتاجه الكتله العضليه بتاعتها تبقى اكتر من لعيبه ثانيه وهكذا. بس في المطلق ليهم كلهم يعني للفريق الاول بيبقوا محتاجين ان هم يبقوا بيبعدوا تماما بقى عن السكريات، سلوكيات النوم بتاعتهم تبقى مظبوطه جدا، يبقى ما عندهمش حاجه بتوترهم خلال اليوم، يبعدوا تماما عن التليفون مثلا اول ما بيصحوا قبل ما يناموا. دي حاجات بتبقى خلاص انا اكتسبتها مع الوقت ولازم امشي عليها لان هي دي اللي هتاثر على الاداء بتاعي في الملعب يعني. حلو جدا. والتوقيتات كمان بتاعت الوجبات للناس اللي بتروح مثلا الجيم او الناس اللي بتمارس رياضه من خلال تدريبات معينه، من المعروف ان لازم الواحد ما ياكلش قبل التمرين بفتره معينه بالزبط. وياكل حاجات معينه مش حاجات تانية بالظبط. برضه عايزين نلخص التفصيل. اهم حاجه، اهم وجبه بالنسبه للعيبه او بالنسبه للناس اللي هي بتتمرن كتير، الوجبه اللي بعد التمرين مباشره، على عكس ما الناس فاهمه يعني. في ناس فاكره اللي هي في خلال نص ساعه مثلا، في خلال نص ساعه او ساعه بعد التمرين، والاغلب لازم يكون فيها بروتينات كتيره فعلشان اقدر ابني الكتله العضليه بتاعه الجسم كويس وما يحصلش اي تهتكات فيها، فلازم عشان يعمل لها زي ما بنقول ريكفري بالظبط، فلازم ان انا اكل بروتينات بعد التمرين مباشره، حتى لو هاكل مثلا رز او مكرونه او عيش تبقى كميه بسيطه جدا مش كميه كبيره زي ما متعارف عليها، وابعد تماما عن السكريات او حاجه تهبط جسمي. انا عايزه اعزز الطاقه بتاعت العضله واقوي العضله، فاهم وجبه هي الوجبه دي. والوجبه اللي قبل التمرين مباشره بناخد حاجه بس زي ما بنقول بتزقنا كده، موز مثلا، موز تمر، حاجه فيها بوتاسيوم في الاغلب، ويبقوا شاربين ميه كويس. اهم حاجه الميه بالنسبه للعيبه علشان وهم بيلعبوا بيفقدوا ميه كتير جدا، فلازم، واملاح كتير جدا، فلازم يبقى فيه على طول ميه او يبقى جسمهم داخله حتى لو املاح معدنيه من خلال سبلمنت ساعات، بس بتبقى بس متاكده ان هو جسمه ما بيقعش منه الحاجات اللي عايزها يعني. طب والناشئين بقى، لو رحنا الناشئين، الناشئين بقى حاجه تانية شويه الى حد كبير، لان هم لسه في فتره النمو ولسه جسمهم بيتكون، فانا محتاجه اركز اكتر ساعتها على الكربوهيدرات، لان انا محتاجه ان هم يعني يبقى عندهم طاقه اكتر شويه خلال اليوم مع البروتينات، بس بزود ساعتها الكربوهيدرات جدا، وممكن ساعتها ازود الالبان على عكس الفريق الاول. انا بقلل الالبان تماما لان هي بتقل لهم جسمهم شويه. التانيين لا، انا بزود الالبان، بزود الجبن، ممكن ازودها بس مش الحاجات الصفراء او الحاجات المصنعه يعني.